الطبقيه وخلافه، لان لما حصل كوفيد 19 زي ما بقول كانت مثال واضح لمصر ولافريقيا. كنا دايما ان احنا لسه جايين من مؤتمر كبير في افريقيا، تجمعات افريقيا، كان هدف افريقيا واز ليفت بيهايند، يعني القاره الافريقيه تركت لحالها في اثناء الكوفيد 19 حل مشكلته. والدليل على كده 2.3% اللي حصلناله من اللقاح، بصرف النظر عن لقاح تاخر او طلع بسرعه غير مسبوقه، لان كان لما طلع كان اولويه للعمل، وده طبيعي وحقه. فكان الدرس ان حان الوقت لبلاد العالم الثالث وبلاد افريقيا بالذات اللي هي المستقبل للعالم، الغرب المتقدم كله عينه على افريقيا لما فيها من ثروات مش بس طبيعيه وبشريه وامكانيات غير مستغله، صح تستغل اكثر من كده. معانا وشرفتنا الاطفال ولنا، وبرضه ضيف دائم وصاحب مكان يعني في جامعه عين شمس، وسعدنا جدا بكلمه حضرتك وتشجيعك وضربك بالامثال المهمه جدا لشبابنا ولينا كلنا، مش بس الشباب ولينا احنا نفسنا كلنا. الحقيقه الموضوع اللي احنا بصدده النهارده، وبنشكر اللجنه المنظمه دكتوره غدا فاروق نائب رئيس الجامعه، والدكتوره جيهان النشيطه جدا في كل الفعاليات كالعاده نظموها على احسن مستوى، وبشكركم جميعا على الحضور، والساده اعضاء التدريس والعاملين، وطبعا ابنائي وبناتي الطلبه الاعزاء من جامعه عين شمس. الموضوع اللي احنا بصدده النهارده زي ما سمعنا من كل المتحدثين في غايه الاهميه، وتبرع واللي بيتبرع لنفسه ولعيلته والاصدقاء والمجتمع، وهو مش عارف هو او هي يوما ما هيحتاج ولا لا، فلازم يكون موجود. واللي عجبني في كلمه الدكتور رمضان الحقيقه قوي، حته ان حان الوقت ان احنا نضيف للعلم وليس نكون متلقين فقط للعلم. وكوفيد 19 اثبتت يعني، كنا دايما بنقول كده لنفسنا على فكره منذ الصغر، يعني احنا بنلهث دايما وراء الغرب في العلم، واللي احنا الشاطر فينا كان في جيلنا هو اللي يجيب اخر حاجه وصلوا لها عشان ينفذها اول واحد، هي كان ده المعيار يعني. لكن هل اضفنا؟ يمكن فينا مصريين اضافوا في بيئه اخرى وفي بلد اخر. حان الوقت ان البيئه اصبحت الى حد كبير في التطورات اللي كل مصري واي يعني منصف يقولها شاهدينها في كل قطاعات الدولة، وبالذات قطاعات التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة والصحة وما حولهم، إن بنحاول نجاري كل أعلى الدول في مخرجات البحث العلمي وفي منتجاته اللي بتخدم البشرية والتغيرات والتحديات اللي زايدة جدا. العالم كان دايما مليء بالتحديات، لكن ما يحدث في آخر 15 سنين وهو منتظر في العشر 20 سنة القادمة الحياة تحديات جسيمه في جميع المجالات، سواء التغير المناخي اللي احنا عايشينه اهو، ما كناش بنشوف صيف بهذا القسوه ولا برد بهذه القسوه. على فكره التغيرات المناخيه مش بس الحراره، هي طبعا احنا خايفين من الحراره اكتر، لكن هي بتعني اشياء كثيره، وده تعرضنا له في الكوب 27 وما هو قادم بكل ما فيه بقى من جفاف ومن نقص غذاء ومن نقص ماء، ومردود ده على الامراض والامراض الزوناتيك ديزيزز اللي هتجيلنا من الحيوانات، والكوفيد كانت واحد فيهم. فالتحديات عماله تزيد، ولا يمكن ان العالم الغربي لوحده هيقدر يجاريها، ولكنه محتاجين العالم كله تتضافر جهوده في بحث علمي متسق وطموح ومتسارع جدا علشان نقدر نجابه هذه التحديات، وبالذات في الاجيال القادمه.